ديوان اف ام لايف كيف كيف السيت نتاعنا www.diwanfm.net. بالنسبه للناس الاخرين اللي بالخلاف الفريكونس والناس حتى اللي برا ولا الناس اللي ما تنجمش تتفرج فينا تنجموا تسمعونا على السيت نتاعنا www.diwanfm.net. كما قلت باش نحكيوا على ابرز صفقات الميركاتو وخاصه نحكيوا على النادي الافريقي والنادي الصفاقسي اللي فرط في مهاجمه لترجي جرجيس. هذا الكل في فقره ميركاتو. ميركاتو. البداية بالنادي الافريقي اللي يعلن منذ قليل منذ ساعات قليلة على زوج صفقات وصفقات الحقيقة قيمتهم الفنية حسب الاخبار وحسب حتى المعلومات اللي نشوف فيها على زوج لاعبين هذوما تبدو انها صفقات هامة جدا وعلى قيمة كبيرة من ناحية الفنية. خلينا نبداو ساعة بنذكر زوج لاعبين اللي هما علي يوسف المدافع المحوري الليبي وايضا اللاعب الكونغولي المهاجم فيليب كينزومبي. زوج لاعبين هذوما وقعوا رسميا مع النادي الافريقي كينزومبي عقد 3 مواسم الى غايه 2027 وزوز مواسم بالنسبه لعلي يوسف. خلينا نبدا معاك ذكر كينزومبي اليوم لاعب ساعه لاعب هام جدا 25 سنه لاعب هذايا دولي في منتخب الكونغو منذ 28 أوت 2022. سجل هدفين في 6 مقابلات مع المنتخب الاول في منتخب الكونغو ولاعب مازيمبي السابق. صفقه يبدو انه حسب الكلمات من عرش انت باش تاكد ولا باش تنفي هامه جدا من الناحيه الفنيه للنادي الافريقي. بالطبع كي تلقى لاعب منتخب ولاعب مازيمبي و25 سنه ما نجمش يكون بالصدفة يكون لاعب عادي، خاصة تحكي على انتداب تنقلي جاي لتونس ماهوش نحكيه على نادي في أوروبا وبش ينتدب اللاعب. معناتها بالنسبة للنادي الافريقي انتداب مدروس بالنوع هذا في العمر وفي القيمة الفنية ولاعب منتخب وتعرف مازيمبي واحد ريفيرانس ولات في الافريق. معناتها اللاعبين نتاعها الكل كي نرجعوا الخمس سنين التالي اغلبيتهم 90% بالفنيات بالنوع اللاعب هذا قاعدين يمشيو لاوروبا. معناتها على حسب الاوراق توا على الورق انتداب ناجح 100%، لكن بعد حقيقه الميدان تولي امور اخرى. لكن اغلبيه اللاعبين الكونغو لاعبين الفارقه خاصه اللاعبين المازيمبي الطاقم نتاعهم يكون بالطريقه معناتها سريعه ونتصور عنده الإضافة لأنه هو تقريب الأكثرية يلعب رواق. يلعب رواق أيمن. أي ما هو يلعب رواق أيمن. أيمن وأيسر على بطبيعة. ساق الغالطة يمشي على اليسار. معناتها مع 25 سنة ونتصوره عنده مدة في الفريق الأكابر مع فما حاجة أخرى بالضغط الجماهيري بتاع النادي الأفريقي هو يلعب ضد الضغط هذا. معناتها مع مازيمبي. شوفوا في مازيمبي كيفاش مباراة بتاع تعدى. نزيدك زيادة وخلاف الضغط كينزومبي لعب 34 مباراة في المسابقات الأفريقية تشامبيونز ليج كأس الكاف والسوبر ليج. زوج مقابلات في السوبر ليج 15 في كأس الكاف و17 في تشامبيونز ليج. تعرف فما لاعبين كملوا كاريرهم فما لاعبين بسميهم كبار وكملوا كاريرهم ومعروفين في تونس خارج تونس ما نجموش يعملوا 34 مباراة. بالضبط معناتها 34 مباراة معناتها راهو خبرة تزلز في أربع كلمة بيان سور وعمره 25 سنة. بالضبط تعرف شو معناتها السيزون راهو كي تقول خلينا نعملوا له تحليل ظريف تقول 25 سنة السيزون لازم يلعب فيها معناتها بلافون يلعب 10 ماتشات كوب دافريك هو عامل 34 هذا 10 باش تدخل الفينال. بالضبط هو معناتها شوفوا قدم العام موجود في المسابقات الافريقية تقريبا 3 مواسم مع فريق مازيمبي نحكي على الفريق الاول والكل. لكن طبعا مازيمبي فريق كبير يلعب ديما مسابقات نوعيه اللاعبين هذوما يخرجوا لاعب حر نعرفش فيه انتقال في ترانسفير ولا فيها انتقال حر برافو صفقه انتقال حر بخلاف انه فما الموضوع نتاع الرجاء المغربي اللي كان صح معاه عقد ثم تم فسخ العقد لانه الرجاء المغربي ممنوع من الانتداب والرجاء المغربي يوم 31 جويلي النهار اللي وقع فيه هو مع الرجاء ما تسلمش حتى منحه نتاع الامضاء فالشيء اللي خلاه يفسخ العقد مع الرجاء المغربي ووكيله اللي هو صديقك رضا دريدي. رضا من احسن ما موجودين انسان كفء في العمل نتاعو أبار هذا بتبيع والنادي الافريقي عنده لجنة قانونية باهية وقوية ما نجم ما تتصورش باش يوصلوا يوقعوا للاعب وهو
ولو موقف الرجاء اللهم يكونوا معناتها متأكدين. لكن جمهور نادي الافريقي خاف من اللي صار قبل، تعرف انت اي لا لا ما عادش يصير كي قبل، ما عادش نشوف انا راني تعرف الناس ما تعرفش فما اللي يعرف وانت تعرف اللي النادي بتاعي ما نعرف برشا خفايا اللي ما تبدلت برشا حاجات، ما عادش كي قبل في برشا حاجات، قاعدين النادي قاعد يمشي بخطوات باهيه ابار الفلوس ها ابار ما انت نحكيو على المستثمر ولا المستشهر أبار هذا، معناتها الناس اللي قاعدة تخدم نعرفهم الكل، معناتها حتى اللي ما عندوش برشا خبرة قاعد يتعلم، ناس أقوى كلمة نضاف، فهمت، نعرفهم واحد واحد معناتها، وبالخبرة بالإضافة اللي زادت عليها متاع سي مهدي ميلاد اللي أنا نعرفه مليح في 2008 محسوب البطولة خدمناها مع بعضنا، معناتها ما عادش بتصير الغلطة هذيك، و ونقول مبروك للنادي الافريقي باللعب هذا، لكن بعد الميدان امور اخرى، لانه فما برشا حاجات لازم اللاعبين تعرفها اللي هي الطاقه الجماهيريه، معناتها انا مشيت مقابله الوديه الاخرانيه نتاع الوداد، المدرب سايب اللعبه وتلعب بجمهور او في ريال مدريد وفي في معناتها ابار اللي قالوا بفمه في وسط اللعبه من غير ما يشعر نغزلوا للعبة تلعب دوما يوقف الاربيت اللعبة ما يتلعب شيء يدور هكي يمين يسار يشوف في فلاميات سخير وحول يلعب كوب الافريق في بلو. خلينا في الميركاتو الصفقة الثانية اللي أعلن عليها النادي الافريقي اليوم اللي هي المدافع المحوري الدولي الليبي علي يوسف 23 سنة لاعب ذايا مترو 88 لاعب دولي في المنتخب الليبي، اللاعب هذايا يلعب لاعب محوري ويلعب ديما في المحور معناها على اليسار وإلا على اليمين وإلا الليبيرو اللي هي خطة معاش موجودة برشا توا في كرة القدم الحديثة. لاعب الحقيقة حتى الفالور مارشوند متاعه 250 ألف أورو، معناها لاعب في نجم نقوله في البيك متاعه في الكاريير متاعه. اي بتبيع ساعة بالنسبة لليبيرو مازالت كي تلعب تروس سانك دو يولي ليبيرو يولي هو يوخر التالي وزوز قدامه زوز حالين على بعض. شوف فما حاجة عندي نحكي عليها عندي برشا هين الامكانيات بتاع اللاعبين الليبيين نقصتهم الخدمة بركة، لاعبين الليبيين عندهم الدوم عند ربي غير عادي، وشوفوا كيما طارق تايب وفما برشا انواع برشا داير كي تفرج في المنتخب نتاعو نقصتهم نكونوا واضحين اللاعبين الليبيين نقصهم ديسيبلين تكتيك لكن اللاعب هذايا متميز جدا مع اهلي مغازي موسم الفارط ودولي مع المنتخب الليبي من 26 مارس 2022 خمسة مقابلات. اعطيتك لمحه على اللاعبين الليبيين اون جينيرال هذا انا ريتو تفرش فيه لاعب يلعب مليح بساقي وشوف فما اللي تتعلمه في الكوره وفما الدوم من عند ربي فما برشا راهو في الفوتبول تلقى واحد متميز على واحد كيما قبل عيد الحمروني ولعب معايا معناتها عنده حاجات موبه ما تعلمناهمش قبل كنا نلعبوا كوره فيها 10 من الناس معناتها ما نجموش تعلموا الكوره السيد هذا من اللاعبين الليبيين معناتها الصاعدين واللي احسن حتى اللي هو كشخص احسن وقت بتاع في تحسين مردوده وفي التنقل اللي صار بتاعه للنادي الافريقي معناتها احسن بريود اللي هو كلاعب باش يستفاد هو نمر واحد واستفاد النادي الافريقي منه كرويا وماديا لانه الامكانيات بتاع اللاعب هذا ما نتصورش باش انا نجي للجوار تعرف شو نقول له هاني نقول له تعمل كونترا بثلاث سنين راك كي تكملهم في النادي راك ماكش ملاعبي كي تخرج ليبر في نادي راك ما تسميش ملاعب خاطرك على خاطرك لازم تخرج قبل تجبد العينين عليك قبل وتستنفع النادي وتستنفع انت اما هذا اللاعب شغل ليبر راهو لاعب عادي السيد هذا انا ناكد لك معناتها ما وناقص البوست هذا انا تفرجت صحيح لان ماتش ميكال مع الوداد ماهوش ريفيرونس رغم وجود ياسين بوعبيد وحمزه بن عبده باش نقول لك حاجه ابري كان جور دو بريباراسيون وبك تعب بليسيور هذاك وتحسها خدمه صحيحه كيفاش تحدى خدمة صحيحة ما فماش ديكرون في وسط اللعبة وما نعرفش مشيت وشوف فماش ديكرون مع مورسو كبير كيما الوداد تبدا تلعب في ماتش من هذاك اثنين كي تتفرج في المحور الدفاع اوكي مازالوا ما حضروش شوف بالنسبة لي انا الاكسيال كيما فوضي المغاريا بالنسبة لي انا الاكسيال كيما سالوتا جو خلينا نحكي عن نادي الفريق بالنسبة لي انا كيما خالد بن يحيى خلط عليه بالنسبة لي انا كيما تقول فيري توشين في الاتوال بالنسبه لي انا سامي طرابلسي في نادي سفيرس اللاعب الليبي هو اللي باش يشيل الامور هذيا اللي هو خاطر لو بلوز امبورتون في لاك سنترال لازم يكون يقرا ريح كي الكاميرا من تالي مش يلعب كوره برك اللاعبين اللي جبناهم مازالت قاعدين عندهم الفوري وكل الشيخه نتاع يلعبوا في جمعيه كبيره لكن لازمهم شكون يهديهم من تالي
على خاطر راهو الاكسيال اللي يبدا نعطيك انا اكزامبل ايه. راضي جعايدي دون لو طون كي يلعب مع خالد بدره باش ولا هو موجود راضي جعايدي ايه. امكانياته وحده برك يكملوا بعضهم اي بالضبط هيك التكميل نحكي لك عليه موجود هذا في اللعب الليبي باه نكملوا فيسع نختموا بلاعب الندري هذا الصفاقسي المهاجم دي بي بيرانجي اللي تم انتدابه الموسم الفارط كهداف للبطوله الايفواريه وقتها ولكن يبدو انه الموسم كان غير ناجح مع السي اس اس يمشي في صفقه انتقال حر الى ترجي جرجيس زوج مواسم ساعه مدى افاده الصفقه لترجي جرجيس وهل النادي الصفاقسي ربما تسرع في التفريط في اللعب ام انه فريق كبير ما يستناش اليوم لازم في فما الحل البديل شوف اي نادي كبير كي جاه اللاعب ولو يكون هداف ريتش كنا نحكيه وهاك انت توا حكيت على صفقه مش اللاعب مش ممتاز يمكن ما تاقلمش هذا اللي نحكيوا عليه اللاعبين اللي يجيو كيما النادي الافريقي اللي لازم لونتوراج تاع ليكيب تكون يعرفوا كيفاش يحطوا في الاطار اللاعبين هذوما سورتو مع الضغط الجماهيري تاع جمعيه كبار اللي ما تصبرش ولا بروفوني ديما نرجعوا لمباراه النادي الافريقي انت ريت اللاعبين اللي ضايع في الكره صار تصفير عليهم بالضبط مش مقابله وديه باه بالنسبه للاعب هذا نجم يكون ممتاز وما تقلمش خاطر النادي الصفاقسي عملوه ولا ماهوش لا جروند ايكيب معناتها ما نجمش يعمل لا ديفيرونس وحده الحل الباهي هذا اللي صار ليه والنادي الصفاقسي اللي هو باش يقعد على عينيه في تونس مع مدرب يعرفه انيس بوجلبان اللي مع بالطبيعه مع مدرب هو اللي يعرفه وما نتصورش ان جوبان جايبه مزيه في النادي الصفاقسي جايبه باش يعطي الاضافه خاطر فماش مدرب باش يعمل زي يطرد غدو كي النتائج ما تمشيش وميم تو هاو كيلعب قدامهم اللاعب ونتصور حتى ماديا راهو نتصور النادي الصفاقسي باش تخلصوا باش ينجم يفرغ بلاصه لا هو تم فسخ العقد على ما يبدو وغادر في صفقه انتقال حر للعكار وهو تو راح العكار عمين ترجي لا انت لا ينجم بري راهو لا 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 مش صفقه انتقال حر صفقه انتقال حر هذيك حاجه اخرى تعرف انت كوتا ذاكر انه فم عدد معين من الجانب في نادي الصفاقسي اليوم خاصه بالانتدابات الاخيره مع لا يسخالوا شي بري في لا صعيب لا كان الانتداب من تصور انيس بوجربان ما يلعبش كي ياخذوا يعرف باش يعطي الاضافه بالضبط بالضبط لانه اكثر بوست مطلوبه ومخترة بالنسبة لي أنا وما لازمك تشتغلت فيها هي رقم 9 رقم المهاجم على كل التوفيق لكل الأندية في الميركاتو الحالي هاو عرفنا أخيرا موعد انطلاق البطولة في انتظار ماذا سيحصل في الأيامات القليلة القادمة نخرج فاصل ونسمع أيضا موسيقى وبعد شوي بيكون معنا الضيوف الخاصين